بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا يخفى فضل العلم وأهله، لا يخفى ذلك على عاقل بصير، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويقول جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والعلم هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة وبيان الحلال والحرام والأخلاق والآداب والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه في العقائد وفي المعاملات وفي مسائل العلم. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالعلم هو النور الذي يسير عليه أهل الإيمان بالدنيا والآخرة، وهو الروح الذي تحيا به القلوب. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وهو الحياة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالعلم هو البصيرة، وهو الطريق المستقيم، وهو الهداية، وهو البصيرة. ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب بهذا العلم لهداية البشرية إلى الطريق المستقيم الذي تسير عليه إلى ربها سبحانه وتعالى. ولا يخفى أنه بعد رسالة المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيما بينها وبين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فترة طويلة،
اندرست فيها آثار الرسالات السماوية، وظلت البشرية، والكتب التوراة والإنجيل حرفت وغيرت وبدلت، فصارت البشرية في ظلام دامس وفي جهالة جهلة وضلالة عمياء، لا يدرون أين يسيرون، تخبطهم شياطين الإنس والجن يمينا وشمالا، تأخذهم الأهوى والنزعات والنزغات، فصارت البشرية تسير في متاهة لانقطاع العلم الذي جاءت به الرسل، وانتشار الجهل والأهوى. في هذا الجو المظلم رحم الله البشرية ونظر إليهم عربهم وعجمهم، فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا على الدين الصحيح، ثم انقرضوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت البشرية بحاجة إلى رسول وإلى كتاب يهديها في تخبطاتها وظلماتها، فرحم الله البشرية وبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبصر به من العمى وهدى به من الضلالة، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا لمن أراد الله هدايته واستجاب له ولدعوته، وقامت الحجة على من خالفه وبقي في جهله وطغيانه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: جعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، لأنه لا عمل بدون علم ولا علم بدون عمل، لا بد منهما جميعا، الهدى ودين الحق، العلم النافع والعمل الصالح. وهذا هو الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر الله المسلمين بهذه النعمة فقال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
وإن كانوا من قبل أي في فترة الجاهلية في ضلال، وليس ضلالا يسيرا، وإنما هو ضلال مبين، ضلال مستحكم واضح في الظلمة، لأنه لا نور إلا بالوحي، فالبشرية لا تهتدي إلا بالوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى، ولا تهتدي باتباع الأهوى أو ما تستحسنه العقول أو العادات أو التقاليد أو الأنظمة البشرية أو القوانين الوضعية، كل هذا هلاك، لأنه عن جهل ومبني على الظنون والأوهام والأهوى. أما الوحي المنزل فإنه تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قام النبي صلى الله عليه وسلم بما بعثه به ربه، فدعا الناس، واجه الناس وواجه البشرية، وهو فرد واحد عليه الصلاة والسلام، تحمل أعباء الرسالة وقام بمفرده عليه الصلاة والسلام في أول البعثة، عملا بقول ربه له: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. قام صلى الله عليه وسلم يدعو الناس لإخراجهم من الظلمات إلى النور، يدعوهم إلى كتاب الله عز وجل وإلى ما أوحاه الله إليه من السنة، هذا الذي يدعوهم إليه لصالحهم ولهدايتهم، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فقام يدعو الناس صابرا محتسبا متحملا لما يلقاه في طريق الدعوة من الأذى والاعتراضات واللوم والتوبيخ والتهديد، لا يخاف في الله لومة لائم، والله جل وعلا يقول له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. انضم إليه في أول الأمر الأفراد من المسلمين، أفرادا من الرجال والنساء انضموا إليه على خفية وعلى سرية تامة من الخوف من المشركين، ثم ما زال المسلمون ينضمون إليه عليه الصلاة والسلام ويؤمنون به حتى كثروا، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، حيث وجد الأنصار، فانضم المهاجرون إلى الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقامت الدعوة وقام الجهاد
في سبيل الله، ولكن هذا بعد عناء ومشقة وصبر ومصابرة منه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا مثلهم في التوراة، ومثلهم أي صفتهم في التوراة وصفتهم في الإنجيل. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل الله به الدين وأتم به النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقام بالأمر من بعده خلفاؤه الراشدون وصحابته الأكرمون، فواصلوا سيرته صلى الله عليه وسلم في الدعوة والجهاد حتى ظهر دين الله المشارق والمغارب، وبلغ هذا الدين مبلغ الليل والنهار، وسقطت دول كبرى وانضمت إلى راية الإسلام، سقطت دولة الفرس ودولة الروم بممالكها وقواتها وجنودها ورعاياها، دخلوا تحت الإسلام إما مؤمنون به وإما معاهدون وذميون ومستأمنون، فصارت السيطرة والسلطة لهذا الدين. تحقق قول الله تعالى: ليظهره على الدين كله، فظهر دين الله على الدين كله. وقام بالعلم والدعوة العلماء من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يدعون الناس ويعلمونهم ويرشدونهم ويبصرونهم، فهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. كل عالم يدعو إلى الله فإنه من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم في العلم. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، وكفاهم بذلك شرفا، يدعون إلى دين الله ويجددون الدين وينفون عنه غلو الغالين وانتحال المبطلين، ويبينونه للناس كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو دور العلماء. فالبشرية دائما بحاجة إلى العلم وإلى العلماء، فإذا لم يكن هناك علماء في بعض البلاد فإن هذه البلاد التي ليست فيها علماء تكون في جهل، وتتسارع إليها الأهوى والشهوات والشبهات والبدع والخرافات. ولا يكفي أن الإنسان يكون عابدا ورعا تقيا من غير علم، فهذا وإن صلح في نفسه وسلم من البدع والمحدثات، استقام في نفسه، فإنه لا ينفع غيره. وإنما الذي ينفع نفسه وينفع غيره هو العالم الذي يعمل بعلمه ويدعو إلى الله ويعلم الناس الخير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم
على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فالعابد مثل الكوكب فيه نور قدر نفسه، وأما القمر وأما العالم ففيه نور له ونور ينور به الناس مثل القمر، ينير لنفسه وينير في الكون، هذا العالم وهذا العابد. حصل في بني إسرائيل رجل قتل 99 نفسا ظلما وعدوانا، ثم إنه ندم وأراد أن يتوب من هذه الجرائم، فذهب إلى عابد فسأله أنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فاستعظم هذا العابد، استعظم ذنبه لجهله بالدين لأنه ليس عنده علم، فقال له لا ليس لك توبة، فغضب عليه الرجل وقتله كمل به 100. ثم ذهب إلى أحد العلماء فقال له إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكنك بأرض سوء، فاذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما أو فيها أو أن فيها رجالا يعبدون الله فاعبد الله معهم. فخرج الرجل تائبا ومات في الطريق، قبضته ملائكة الرحمة فنجا من عذاب الله بسبب فتوى هذا العالم المستنير بعلم العلم. فهذا فرق ما بين العالم والعابد الذي ليس عنده علم، والعلم لا يحصل عفوا، العلم لا بد منه، والعلم لا يحصل إلا بالتعلم والصبر على التعلم، لا يحصل عفوا بدون تعلم، كما تقوله الصوفية إن الإنسان يجتهد في العبادة والذكر ويفتح عليه، يفتح عليه بالعلم بدون أنه يتعلم كما يقولون. من الذي يفتح عليه؟ الشيطان يفتح عليه الشيطان ويزين له عمله. فلا بد من العلم، والعلم لا يحصل إلا بالتعلم، والتعلم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى أمور. أولا يحتاج إلى علماء، فأنت لا تأخذ العلم عن من هب ودب، لا تأخذ العلم إلا عن العلماء المعروفين به، وهذا أصل من أصول التعلم، وهو أولا أن تختار عالما من العلماء المعروفين بالعلم والعمل الصالح فتأخذ العلم عنهم، لا تأخذ العلم عن نفسك أو عن الكتب والقراءة في الكتب أو سماع الأشرطة فقط وتحسب أنك عالم، هذا ليس هو التعلم، هذا ضرره أكثر من نفعه إن كان فيه نفع. فالعلم إنما يؤخذ عن العلماء بالتلقي، ولو أدى هذا إلى مشقة وإلى صبر وإلى سفر وإلى سهر وإلى طول مدة لا بد من هذا. ومن لم يذق إلا التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله. لا بد من التعلم ولا بد من الصبر، والتعلم لا يكون إلا على أهل العلم، لا يكون عن تخيلاتك وفقهك أنت وفهمك أنت وأنت لست مؤهلا، بل تقرأ في القرآن وتقرأ في السنة وتقول الحكم كذا وكذا، فما كل من يقرأ في النصوص يكون قد فهمها
الفهم له أصول وله قواعد وله ضوابط، كل شيء له طريق وله أصول، ومن ضيع الأصول حرم الوصول كما في الحكمة. فلا بد أن تتلقى العلم عن العلماء، لا تأخذه من فهمك أنت واقتصارك على قراءتك في الكتب، فإن هذا مضيعة وهلاك. وكم ضل من ضل بهذه الطريقة. فالخوارج لما انفصلوا عن علماء الصحابة وانعزلوا على أنفسهم واقتصروا على فهمهم، ماذا كانت النتيجة؟ لا يزال الإسلام يعاني من هذه الفئة المارقة، لأنها اعتمدت على فهمها وانفصلت عن العلماء واحتقرت العلماء واستقلت بنفسها، فصارت النتيجة ما تقرؤون وما تسمعون وما ترون الآن من ضرر المتعالمين واحتقارهم للعلماء وزهدهم في طلب العلم. ثانيا، لا بد من قراءة الكتب الأصيلة في العلم، لا كل كتاب، بل لا بد أن تنتقى الكتب المفيدة والكتب المنظمة التي تترقى بطالب العلم شيئا فشيئا، من المختصرات إلى المتوسطات إلى المطولات من الكتب. أما من يأخذ العلم من الكتب المطولة وكتب موسوعات الخلاف وهو مبتدئ، فهذا يضل ولا يهتدي إلى شيء ويتحير. فلا بد من أنك تمشي مع العلم شيئا فشيئا. ولهذا اهتم العلماء رحمهم الله في عمل المختصرات في الفنون، المختصرات المنضبطة المقعدة على القواعد الصحيحة، سواء كانت نثرا أو نظما، في كل فن مختصر. والعلم لا يؤخذ أيضا بعضه دون بعض، وإنما يأخذ طالب العلم من كل فن يستفيد منه ويعينه على الوصول إلى النتيجة. فلا يقتصر مثلا على قراءة كتب الفقه أو قراءة كتب التفسير أو قراءة كتب الحديث أو قراءة كتب اللغة أو قراءة المصطلح أو قراءة أصول الفقه، بل لا بد أن يأخذ من كل فن بمختصر يحفظه ويقرأه على العلماء ليوضحوه ويشرحوه ويبينوا له ما أشكل. فلا بد أن تأخذ مختصرا في علم التفسير، مختصرا في علم الحديث، مختصرا في علم الفقه، مختصرا في علم النحو، مختصرا في البلاغة والبيان. لا بد أن تأخذ هذه المختصرات، لأنها يتصل بعضها ببعض ويخدم بعضها بعضا. فلا يكون هناك طالب علم بدون علم نحو، ولا هناك طالب علم بدون علم الفرائض والمواريث، ولا يكون هناك طالب علم بدون علم التفسير، ولا يكون هناك طالب علم بدون علم الحديث. والحديث والتفسير لا بد من دراسة مصطلحاتهما وأصولهما. فالعلم ليس هو بالأمر السهل تأخذه في يوم وليلة،
لا بد من التدرج والترقي ومتابعة أهل العلم. ثم أيضا العلم لا يؤخذ بالتجمعات والاستراحات والأسفار، وإنما يؤخذ العلم عن الأمكنة التي فيها العلماء والمدرسون، إما في الدراسات النظامية في المدارس في المعاهد في الكليات، الدراسات العليا دراسة نظامية فيها خير، فيها مقررات متدرجة من المختصرات إلى المطولات إلى الموسوعات، من المتون إلى الشروح، هي طريقة علمية صحيحة تمشي من أول سنة في الابتدائي إلى آخر سنة الدراسات العليا. لا يفوت عليك منها شيء، فإن فات عليك منها شيء سنة أو يوم أو شهر فإن هذا يبقى ثلمة في معلوماتك ونقصا وانقطاعا في علمك. لا بد أن تصبر وأن تواصل، وأن لا يفوت عليك شيء إلا وقد فهمته، ولا تبقى تجهل في بعض الأمور فإن هذا يكون عليك نقصا في علمك وحسرة في مستقبلك، فلا بد من هذا. أو أن يكون التعلم على العلماء في المساجد، في المساجد، وهذا هو الأصل، كان العلم يؤخذ في المساجد التي هي بيوت الله عز وجل، وأعظمها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته هو المدرسة العظيمة التي خرجت للعالم العلماء والقوات والمجاهدين، من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وبقية المساجد وبيوت الله لها ما للمسجد النبوي من فائدة في الاجتماع بها وتدارس العلم فيها والتلاقي فيها، كما قال الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فلا بد من هذا، الأمكنة المخصصة لطلب العلم. أما الأمكنة المغمورة والمجهولة والخفية المنعزلة عن العلماء وعن جماعة المسلمين فهذه تكون منظمات سرية ينتج منها الشرور على الأمة. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون في شيء من أمور الدين فاعلم أنهم على باب ضلالة، أو أنهم مفتتحوا باب ضلالة. فالعلم ليس سريا، العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون سريا، وإنما يكون علنيا في المساجد أو في المدارس المعدة لذلك. أما الأمكنة الخفية والمجهولة فهذه إنما هي مواقع للفتن، نسأل الله العافية. فعلى طالب العلم أن يحذر إذا أراد أن يتعلم
يأتي إلى مواطن العلم ولا يذهب إلى المواطن المشبوهة أو التجمعات السرية، لأن هؤلاء لو كانوا على حق لما اختفوا ولا أظهروا علمهم للناس حتى يستفيدوا ويستفيد الناس منهم. فهذا العلم ليس أمرا سريا، إنما يكون السر في المؤامرات والأشياء الكيدية. أما العلم النبوي فإنه أمر علني واضح، والناس بحاجة إليه، فلا يكتم ولا يخفى في مكان خاص، في المساجد، والمساجد ينتابها العوام والمتعلمون والعلماء والكبار والصغار، وكل يستفيد من هذا العلم الذي يسمعه. فهذا هو من طرق العلم، والذي يسير على هذا الطريق ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والطريق الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو يوصل إلى الجنة يكون بالسفر والرحلات لطلب العلم على العلماء، كما كان سلف هذه الأمة يرحلون إلى العلماء من عالم إلى عالم ويأخذون عنهم العلم، يصبرون على الغربة، يصبرون على الفقر، يصبرون على السهر، يصبرون على أمور كثيرة في طلب العلم. الجهاد وهو من الجهاد في سبيل الله. حسبك أن موسى عليه الصلاة والسلام كليم الله لما أخبره ربه أن هناك عبدا من عباده عنده علم ليس عند موسى عليه السلام، فسافر موسى عليه السلام وتحمل المشاق ليلتقي بهذا العبد الذي عنده علم ليس عند موسى حتى لقيه. قد ذكر الله هذه القصة في سورة الكهف: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقب. القصة بتمامها رحلة في طلب العلم من كليم الله موسى عليه السلام ليزداد علما على علمه. والله جل وعلا قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وقل ربي ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. ويقول جل وعلا: وفوق كل ذي علم عليم. وهذا من الطرق الصحيحة لتلقي العلم، أنك لا تقتصر على مرحلة معينة وتظن أنك وصلت إلى النهاية. العلم بحر لا ساحل له، ولست أعلم الناس، هناك من هو أعلم منك. فإذا شعرت هذا الشعور، والله جل وعلا يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا شعرت هذا الشعور أن ما عندك من العلم فهو قليل وأنك بحاجة إلى الزيادة، فإنك تسعى في طلب العلم والتزود، وتكون ممن سلك طريقا يلتمس به علما. أما إذا ظننت أنك وصلت إلى النهاية وأنك في غنى عن المواصلة في طلب العلم، فحينئذ تخسر خسارة كبيرة ويفوتك شيء كثير، وتبقى في مرحلة بعيدة عن النهاية. فالعالم لا يشبع من العلم،
دائما وأبدا يبحث عن العلم ليزيد ما عنده، ويشعر بالنقص دائما ولا يشعر بالكمال أو أنه أعلم من غيره، أو طالب العلم ينبغي أن يكون كذا، ينبغي أن يعلم أنه ما عنده من العلم إلا النجر اليسير، وأنه بحاجة إلى الزيادة، ومهما استطاع أن يتزود فليتزود. سافر رجل من الصحابة رضي الله عنهم، سافر من المدينة إلى مصر على الراحلة، سافر لأجل أن يسمع حديثا واحدا عند صحابي في مصر، سمع أن هذا الصحابي الذي في مصر عنده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى مصر ليسمع هذا الحديث ويرويه عن هذا الصحابي، حديث واحد. سافر من المدينة إلى مصر على الراحلة ذهابا وإيابا لتحصيل حديث واحد، مما يدل على أن هذا العلم لا يأتي عفوا ولا يأتي بدون كد وتعب. ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ثم إن هذا العلم للجميع، ليس هذا العلم يكون للعالم خاصة، بل هذا العلم للجميع. فمن علم علما وجب عليه أن يبلغه للناس، قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. فالعلم هذا مشترك، فإذا علمت شيئا من هذا العلم فعليك أن تبلغه لغيرك. هذه وظيفة العالم، أنه ينفع نفسه وينفع غيره، كما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالقمر الذي ينير الكون للمسافرين وللناس، فالعالم كذلك. فوجود العالم في البلد أو في الإقليم أو في أي مكان هو نور من الله سبحانه وتعالى، إذا كان هذا العالم قائما بالعلم. أما إذا كان مخزنا لهذا العلم لا ينتفع به ولا ينفع به غيره، فما الفائدة منه؟ الكتاب خير منه، الكتاب الذي في الرف خير من هذا العالم المنطوي الذي لا ينشر علمه. وقد جاء في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا العلم ينفع صاحبه حيا وميتا، بالرواية أو في الكتب التي ألفها ينفع صاحبه إلى أجل لا يعلمه إلا الله. ثم تعلمون أن الأئمة ماتوا من زمان، لكن كتبهم وعلمهم موجود ينتفع الناس به، فالأجر يجري لهم في قبورهم على هذا العلم الذي ورثوه وتعبوا في تحصيله وورثوه للناس ينتفعون به. فلا حياة للناس إلا بالعلم، والعلم لا يحصل إلا بالتعلم، والتعلم لا يحصل إلا بصبر، والتعلم لا يحصل إلا بتتبع المراحل التي نظمها أهل العلم
وساروا عليها وهي كمراحل الطريق شيئا فشيئا حتى تصل إلى مبلغ من العلم ينفعك الله به وينفع به غيرك. ونحن الآن مبتلون بالتعالم والمتعالمين الذين أخذوا العلم من غير أصوله ومن غير مصادره، فكانوا بلاء على أنفسهم وبلاء على المجتمع. الجهال أحسن حالا منهم، الجهال أحسن حالا منهم، أما هؤلاء المتعالمون فجهلهم يتعدى إلى غيرهم. وهناك فرق بين الجاهل البسيط والجاهل المركب. الجاهل البسيط يعلم أنه جاهل فيتعلم، أما الجاهل المركب فهذا يرى أنه عالم فلا يتعلم. الجهل المركب والعياذ بالله أشد. والعلم كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من الكتاب أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. لا بد من أن يكون هناك عالم رباني، يعني يربي الناس على الخير والعلم النافع، ولا بد أن يكون العلم مستندا إلى نص من القرآن أو نص من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يخرج به الإنسان من الجهل القاتل. فعلى المسلمين اليوم شبابا وشيبا وعامة ومتعلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر، وأن لا يزهدوا في طلب العلم في غمرة المدنية المعاصرة وفي غمرة الفتن والشرور. كلما اشتدت الفتن اشتدت الحاجة إلى العلم، لأنه لا يخرج من هذه الفتن إلا العلم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. فالعلماء هم ورثة الأنبياء في كل زمان ومكان، ونعني بالعلماء الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح الذي هو الهدى ودين الحق، اللذين بعث الله بهما رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. فهذه جمل من الكلام على هذا الباب العظيم، ولا يتسع الوقت للبسط في كل، ولكن هناك كتب مؤلفة ورسائل في آداب طالب العلم والمتعلم وآداب المعلم موجودة، فعلينا أن نقرأ وأن ننفذها ونطبقها في مسيرة طلبنا للعلم، لأجل أن نكون في طلبنا للعلم على بصيرة حتى نصل إلى النتيجة الطيبة. أما إذا ضيعنا هذه الطريقة الصحيحة لطلب العلم وأخذنا بالطرق الأخرى فإننا نضل الطريق ونضل غيرنا أيضا عن الطريق. والمصيبة أن الإنسان المتعالم والجاهل المركب لا يقتصر ضرره على نفسه، بل يتعدى ضرره إلى غيره ويظنه الناس عالما فيقتدون به ويسمعون كلامه فيسير بهم إلى غاية ذميمة، نسأل الله العافية. فالعلم له أصول
وله طرق وله بدايات ونهايات وله وسائل وغايات وله نتائج مباركات، لكن يحتاج هذا منا إلى أن نتعلم طريق العلم والتعلم قبل أن نشرع في التعلم. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. جزا الله صاحب الفضيلة معنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان خير الجزاء على ما تفضل به في هذه المحاضرة القيمة النافعة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، الذي حفظه سيء، ما الذي يفعل؟ ماذا يفعل في طلب العلم؟ وبما تنصحونه في بداية طلبه وجزاكم الله خيرا؟ عليه أن يصبر. إذا كان حفظه ضعيفا عليه أن يصبر وأن يكرر المحفوظ حتى يثبت ويرسخ في ذهنه شيئا فشيئا. لا يحفظ الدنيا جميعا في شهر أو في يوم، وكما نسمع إن فيه من جمعيات تحفظ الناس القرآن في شهرين أو في شهر، هذا أمر ما هو سليم. العلم يؤخذ شيئا فشيئا، والقرآن يحفظ شيئا فشيئا، والسنة والأحاديث والمتون تحفظ شيئا فشيئا بالتدرج، لا تؤخذ دفعة واحدة فيمل الإنسان ويتعب ثم يترك طلب العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فإذا أخذت العلم شيئا فشيئا ومراحل سهل عليك ووصلت إلى الغاية مع الصبر والتحمل. نعم. إن لي حرص كبير واهتمام في طلب العلم، ومن الله علي بحفظ لا بأس به وفهم قوي، ولكن شاء الله أن يكون تخصصي في العلوم الطبيعية مع رغبة شديدة في العلم وطلبه، فما توجيهكم حفظكم الله؟ وما توجيهكم من يدرس العلوم الطبيعية الآن وجزاكم الله خيرا؟ دراسة العلوم اللي تسميها طبيعية كالحساب والهندسة والطب هذه أمور مباحة والناس بحاجة إليها، تعلمها لا بأس به، ولكن هذا لا يمنع من طلب العلم. تتعلم هذه الأشياء في وقتها وتجعل لطلب العلم الشرعي وقتا آخر في فراغاتك وفي عطلاتك، وستجد من الوقت إن شاء الله ما يوفر لك طلب العلم، فتجمع بين المصلحتين: تعلم العلوم الدنيوية النافعة وتعلم العلوم الشرعية المفيدة، والوقت فيه بركة إذا نظمته وإذا اعتنيت بهذا الأمر. نعم. الفضيلة الشيخ، إذا علمنا أن ولي الأمر لم يأمرنا بمقاطعة المنتجات الدنماركية ولم ينهنا عن ذلك، فهل لي شخصيا أن أقاطعهم لعلمي أنهم يتضررون من المقاطعة نصرة لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ هذه المسألة فيها تفصيل. أولا، إذا أمر ولي الأمر بمقاطعة دولة من الدول وجب على الجميع أن يقاطعوها، لأن هذا من مصلحتهم ومن مضرة العدو، وطاعة لولي الأمر. أما إذا لم يأمر ولي الأمر بمقاطعة فالإنسان بالخيار، إن شاء أن يقاطع هو بنفسه وإن شاء لا يقاطع هو بالخيار في هذا الأمر. نعم. إذا قاطعت عبد الشيخ شكرا. ما أدري يكون تعبد، ما أدري، من المباح، مباح، هذا يكون من المباح. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: قل به ولي الأمر يكون من التعبد، لأن طاعة ولي الأمر أمر الله بها. نعم.
يقول السائل: قلتم حفظكم الله أن العلم يؤخذ من أماكنه الخاصة المعروفة كالمدارس والجامعات ولا يؤخذ من رحلات السفر، ثم ذكرتم أن العلماء كانوا يسافرون لطلب العلم، فكيف نجمع حيث هذا قد أشكل علي وجزاكم الله خير؟ في فرق بين السفرين، العلماء يسافرون لطلب العلم ليلتقوا بالعلماء، أما السفر الذي نعنيه الآن الرحلات اللي يسمونها رحلات دعوية أو ما أشبه ذلك، وينفرد بهم أصحاب الأفكار المنحرفة في هذه الأسفار أو في هذه الرحلات اللي يعزلوهم عن المجتمع ويلقنوهم في أثناء هذه الأسفار، هذا الذي نقصد الأسفار المشبوهة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لقد كثر، يقول هناك ملصقات يضعها بعض الناس على سياراتهم وفيها عبارات مثل فداءك أبي وأمي يا رسول الله، وقولهم إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول نحري دون نحرك يا رسول الله، فهل هذا عمل مشروع وهل هو في الحقيقة نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم لهذا أصلا. الولاء والبراء يكون في القلوب، الولاء والبراء يكون في القلوب وفي الأعمال، أما المظاهر أن يكتب في ورقات ويوضع على سيارات أو على جدران هذا لا يكفي، وما كان السلف يعملون هذا في ما أعلم، لم يكونوا يعملون هذا، فالولاء والبراء يكون في القلوب وفي الأعمال على الوجه الشرعي لا في الأوراق والملصقات. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل أطلب العلم على أحد العلماء بعد أن أختاره، أم أطلبه على كل واحد من أهل العلم ليكثر عندي العلم وجزاكم الله خيرا؟ تطلب العلم على أهل العلم، على أهل العلم المعروفين بالعلم، المعروفين به بالعلم وبالعمل الصالح، تختار هؤلاء وتطلب العلم عندهم وتتلقى عنهم، حتى ولو لم يكونوا في بلدك لو تسافر إليهم. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: بعض النسوة هداهن الله يوزعن في هذا الجامع المبارك الوصية المكذوبة عن الشيخ أحمد حامل مفاتيح حرم الرسول صلى الله عليه وسلم، ويذكر فيها أن من اطلع عليها ولم ينشرها فإنه يحرم من رحمة الله إلى آخره، فنرجو التوجيه وجزاكم الله خيرا. هذه الوصية ظهرت قديما من أكثر من 100 سنة في مصر كما ذكرها الشيخ محمد رشيد رضا في مجلة المنار، ذكرها في وقت مبكر، وأهلها يروجونها، ما انقطعوا عن ترويجها إلى الآن من أكثر من 100 سنة، لأنهم أهل خرافة وأهل ضلال ويريدون أن تنتشر هذه الخرافة، وفيها محاذير شديدة، فيها أولا الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا يقول أن الرسول قال لي كذا وكذا، فهو كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا فيه الكذب في الرؤيا، ولا يجوز الكذب في الرؤيا، أن يري الإنسان عينه ما لم ترى ويقول رأيت في المنام كذا وهو كذاب. ثالثا فيه التضليل للناس وإلزامهم بما لم يلزمهم الله به لترويج هذه الفرية، وأن من نشرها يحصل على كذا وكذا من الفوائد، ومن لم ينشرها فإن عليه عقوبات، هذا كله من الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب إتلاف هذه الفرية وهذه الأوراق، ولا يجوز لمسلم أن يروجها وأن ينشرها، ولا يتأثر بما فيها من الوعود أو ما فيها من الوعيد، يعتبرها كذب وافتراء فيمزقها ويتلفها ويحذر منها، هذا هو الواجب على المسلمين رجالا ونساء. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يجب على المرأة أن تستر قدميها وكفيها أثناء الصلاة؟ سيدونا جزاكم الله خيرا. بلا شك المرأة كلها عورة في الصلاة،
إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم. فإن كان عندها رجال غير محارم كفاها وقدماها فهما من العورة، من العورة في الصلاة وفي غيرها لما فيهما من الفتنة. اختلف بعض العلماء في قضية الكفين فقط، أما القدمين فيكاد يكون محل إجماع أنهما عورة في الصلاة. دليل الحديث لما سألته صحابية عن المرأة تصلي في الدرع عن الجلال، قال إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، دل على أن القدمين أنهما عورة في الصلاة. نعم. سمحت سيقول السائل: إني أحبكم في الله، من فرنسا، يقول: ما نصيحتكم لنا في تلقي العلم وطلبه حيث نعيش في فرنسا ولا يوجد عندنا علماء؟ الذي يقدر على الرحلة إلى العلماء يجب عليه ذلك، يجب يتعلم أمور دينه، على الأقل يتعلم العلم الضروري الذي لا يستقيم دينه إلا به، فيجب عليه أن يتعلم العلم الضروري ولو يرحل. أما العلم الزائد عن الضروري فهذا مستحب ومتأكد لمن قدر، لمن قدر عليه. أما تعلم الأمور التي لا يستقيم الدين إلا بها من العقيدة والصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه لابد لكل مسلم أن يتعلمها ولو اقتضى الأمر أنه يسافر لتعلمه. نعم. وهذا سائر أيضا من فرنسا، يقول: ما هو المتن الذي يجب على طالب العلم حفظه في كل من التوحيد والحديث والفقه؟ كل فن يحفظ فيه مختصر، كل فن من الفنون، فقه، حديث، نحو، مواريث، مصطلح، أصول تفسير، كل فن يحفظ فيه متنا، ولا يكفي الحفظ، لا بد أن يحفظه على أحد العلماء ليشرحه له ويوضحه له ويبينه له، فيجمع بين حفظه وفهمه عن طريق أهل العلم. نعم. أيها الأحبة، أحب أن أنوع عن لقاء الأسبوع القادم عن مفهوم طاعة ولاة الأمر في الإسلام لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الفيد والشيخ أحمد بن محمد المنيعي، وننبه أيضا عن الملتقى الذي سيقام يوم الاثنين إن شاء الله تعالى برعاية سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام بعنوان ملتقى خاتم المرسلين بمحاضرة بعنوان سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة في جامع الأمير فيصل بن فهد في حي الملقى. سماحة الشيخ، يقول السائل: كيف نعلم صفات العالم الرباني الحقيقي في دوني جزاكم الله خيرا؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي
حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سمعت شيخ السائل: كيف نعلم صفات العالم الرباني الحقيقي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. العالم الرباني يتصف بصفتين: الصفة الأولى خشية الله جل وعلا، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يخشى الرب سبحانه وتعالى ويعمل بعلمه ويخلص لله عز وجل. الصفة الثانية أن يربي الناس على الخير: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فيربي الناس على العلم ويتدرج بهم شيئا فشيئا. ولهذا قال بعض السلف: العالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، ربيهم بصغار العلم قبل كباره، هذا هو العالم الرباني. يخشى الله أولا بعلمه ويربي الناس ويتدرج بهم في العلم شيئا فشيئا، ولا يشق عليهم أو يلقي عليهم العلم جميعا جملة واحدة أو يعجزهم، يتدرج بهم ويرفق بهم ويصبر على ذلك حتى يصل بهم إلى طريق السلامة، يكون له أجرهم أجره وأجرهم. نعم. سمعت شيخ السائل: ما حكم تعليق الآيات القرآنية على الجدران للتذكير؟ والله هذا شيء لم يفعله السلف فيما أعلم، إنهم كانوا يعلقون الآيات القرآنية على الجدران. القرآن يكون في الصدور وفي المصاحف ولا يعلق على الجدران، أولا هذا مخالف لعمل السلف فيما أعلم، وثانيا أنه عرضة للإهانة، عرضة للإهانة، فهذا الملصق قد يسقط ويداس، قد يهدم الجدار ويهان ما فيه من القرآن، قد يسقط عليه أشياء من الجو أو من العوارض، يكون عرضة للإهانة، وهذا شيء لم يعمله السلف فيما أعلم، وإن كان قصد من يعمله حسنا، فليس العبرة بحسن القصد، العبرة بالاتباع والنتائج وعدم المحاذير. نعم. ما حكم عدم إتمام قراءة الفاتحة وراء الإمام في الصلاة السرية وذلك لسرعة قراءة الإمام، وما حكم الصلاة خلف مثل هذا الإمام؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فعلى المأموم أن يتابع الإمام ويركع معه ولو لم يكمل الفاتحة. هذا من ناحية المأموم، يتابع الإمام
أما من ناحية الإمام فيجب عليه أن يمكن الناس من أداء الصلاة على الوجه المطلوب، من قراءة الفاتحة ومن طمأنينة في القيام والركوع والسجود والاعتدال، لأنه مؤتمن، لأنه ضامن، فعليه أن يمكن المأمومين من أداء الواجبات في صلاتهم أو الأركان، ألا يعجلهم أو يخفف تخفيفا مخلا. نعم. يقول السائل: لقد انتشر في بلدنا الحجامة شغلا ومكسبا. يقول: لقد انتشر في بلادنا الحجامة شغلا ومكسبا، فما حكم كسب الحجامة واتخاذها حرفة وفتح عيادات متخصصة في ذلك؟ الحجامة علاج مباح، هي من الطب النبوي، فهي من الطب النبوي، قد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، ويعطى الحجام أجره، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، فكسب الحجام مباح، كسبه مباح، لكن كونه يطلب الرزق بغير هذه المهنة أحسن له. وقوله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، بمعنى أنه ردي، ما هو حرام، معناه أنه ردي، مثل: ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، أي الردي. فالرسول حثه على أن يطلب الرزق من وجه أنظف من هذا الوجه، وإلا فعمله مباح، والناس بحاجة إلى هذا. نعم. رجل في بلاده يقول: ما حكم تخصيص وجبة الطعام في أول يوم من السنة الهجرية وعاشوراء بطعام معين كل سنة واجتماع الأهل والأقارب وذلك الاعتقاد في هذا الطعام ليجعل السنة كلها مباركة وبيضاء؟ ما حكم من يأكل منه، وما حكم من يأكل منه أو يشارك في طبخه، وهل كل بدعة طعامها حرام؟ هذا من البدع. آخر السنة ليس له خصوصية بالعبادات وشيء من الأذكار كما يروج الآن في الجوالات: اعملوا كذا في آخر السنة، قولوا كذا. هذا من البدع والدعوة إلى البدع. ليس لآخر السنة خصوصية عن أولها أو عن وسطها أو عن أي شهر أو يوم. المسلم مطلوب منه العمل في كل السنة لا في آخرها فقط. ثم من آخر السنة هذا في المحرم، هذا اصطلاحي وليس هو حقيقيا، وإنما هو اصطلاحي. وأما عمل الأطعمة هذا من اتخاذ العيد، والمسلمون ليس لهم إلا عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر وعيد الأضحى ويوكل فيهم الطعام ويصنع فيهم الطعام ويظهر فيهم الفرح والسرور بنعمة الله عز وجل. أما اتخاذ عيد ثالث للمحرم أو لآخر السنة، هذا من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. فاتتني صلاة الفجر لأني كنت نائما ولم يستيقظ إلى الساعة 10 صباحا، فصليتها عندما قمت من النوم. قد قال لي شخص أنه لا ينبغي أن أصليها في هذا الوقت، وإنما أصليها مع فجر اليوم الثاني، فهل هذا صحيح وجزاكم الله خيرا؟ هذه الفتوى من الجهل الذي حذرناكم منه في هذه المحاضرة، هذا يفتي بجهل والعياذ بالله، ويخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالواجب أن يبادر بقضاء الصلاة متى ما تنبه من النوم أو تذكر من النسيان، يبادر بالصلاة في أي وقت. القضاء ليس له وقت، بل وقته عند التذكر
أو عند الاستيقاظ، ولا يؤخرها إلى أن يصليها مع نظيرها من الوقت الآخر، هذه من الفتاوى الجهال. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من خلال هذه الهجمة الشرسة على نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، فما هو الواجب على كل مسلم نحو نبيه صلى الله عليه وسلم؟ لأن بعض المسلمين لا يعرف كيف ينصر نبيه، أولا نحو نفسه، وثانيا نحو دينه، وجزاكم الله خيرا. يا أخوان، هذا ما هو جديد، الهجوم على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل على الرسل كلهم، بل على الله جل وعلا. المشركون تنقصوا الله عز وجل بأن اتخذوا له الأنداد والشركاء وساووهم بالله عز وجل، وهذا من أعظم السب لله عز وجل والتنقص لله. اليهود والنصارى اتخذوا الولد لله، قالت اليهود عزير ابن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله. اليهود قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا إن الله فقير، وقالت اليهود يد الله مغلولة، يد الله مغلولة، وصفوه بالبخل ووصفوه بالفقر، أو وصفه بعضهم بالفقر، إن الله فقير ونحن أغنياء. وآذوا موسى عليه السلام كليم الله، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. آذوا موسى عليه السلام وعانى منهم الأمرين، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في سورة الأعراف وفي غيرها من مواقف اليهود مع موسى عليه السلام. والنصارى قالوا المسيح ابن الله، أو الله ثالث ثلاثة، أو إن الله هو المسيح ابن مريم. أي أذى أعظم من هذا الأذى؟ آذوا الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وآذوا عيسى عليه السلام وكفروا به، اليهود آذوا عيسى وكفروا به وقالوا إنه ولد بغي، واتهموا أمه والعياذ بالله. والنصارى غلوا فيه حتى جعلوه بمنزلة الله. أي أذى أعظم من هذا الأذى؟ إضافة إلى أن اليهود يقتلون الأنبياء، يقتلونهم، ما يكفي أنهم يؤذونهم، بل قتلوا عددا من الأنبياء حتى هموا بقتل عيسى عليه السلام فرفعه الله، هموا بقتل محمد صلى الله عليه وسلم فحماه الله منهم. فهل ننتظر من اليهود والنصارى والمشركين أن يعظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ليس بجديد، ليس بجديد منهم، ولكن العجب ممن يثق بهم ويقول إنهم إننا نتقارب معهم، إننا نتقارب معهم، أو إننا نتآخى معهم، أو إننا نعتبرهم إخوانا لنا في الإنسانية، ولا نسميهم كفارا ولا نكرههم، لأن ديننا دين المحبة، ولا نكره اليهود والنصارى والكفار، ديننا يقولون دين المحبة. المحبة لمن؟ لأعداء الله، محبة لأولياء الله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فلننظر إلى هذا الأمر، نحن عندنا ناس يدعون إلى التقارب معهم وإلى تصافي معهم وعدم كراهتهم، الآن ينظرون ماذا حصل من هؤلاء الذين يحسنونهم للناس. والله حذرنا منهم: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى
حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يعني ما انتبهنا لعداوة هؤلاء إلا هذه الأيام، ما انتبهنا لعداوتهم وما يصدر منهم إلا هذه الأيام، هذا نزر يسير من كيدهم وشرهم وبغيهم. الواجب على المسلمين أن يتراجعوا عن حسن الظن بالكفار. نعم، لا مانع أنهم يتعاملون معهم في المباح، البيع والشراء وفي المعاهدات وفي الإحسان إلى من أحسن إلينا منهم نحسن إليه مكافأة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم تقسطوا إليه، من باب المكافأة. أما المحبة والموالاة فهذه لا تكون إلا لله ولرسوله وللمسلمين، وأما الكفار فهم أعداؤنا، والله عدو للكافرين. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، كيف نحبهم والله يبغضهم؟ كيف نواليهم والله ينهانا عن موالاتهم؟ لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء وبعض. فيجب أن تكون هذه الحادثة موقظة للمسلمين نحو هؤلاء الكفار، وأن يأخذوا حذرهم منهم، وأنهم في تعاملهم معهم يكونون على حذر ولا ينخدعوا بأنهم يحسنون يريدون المقارنة بين الأديان والمصافات بين الأديان. مصافات بين الكفر والإيمان، حوار بين الكفر والإيمان، تقارب بين الكفر والإيمان، هذا لا يجوز أبدا. نعم. فضيلة الشيخ، انتشر خلال هذين اليومين رسائل عبر الجوال فيها توحيد الدعاء عند الإفطار عن الأعداء، هل في هذا محذور شرعي؟ يقول: توحيد الدعاء عند الإفطار عن الأعداء، هل في هذا محذور شرعي؟ أنا قلت لكم إن الجوالات الآن اتخذت وسيلة لترويج البدع بأسهل طريق وأسرع طريق، فعليكم بالحذر مما ينشر فيها وما يقال فيها من البدع، ولو كان في نظر بعض الناس أنه سهل وأنه يسير، لأنه يتدرج ويتطور. نحن لا نأخذ ديننا عن الجوالات ولا عن المجهولين الذين يندسون من وراء الجوالات، وإنما نأخذ ديننا من كتاب الله، سنة رسوله، وعن طريق علمائنا. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هناك من يدعو إلى الله بغير علم ولا يعرف عنه أنه طلب العلم، ومع ذلك يحتج بحديث بلغوا عني ولو آية، فكيف الرد على هؤلاء؟ الله جل وعلا يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. من يستطيع القيام بهذه المراحل إلا العالم، أما الجاهل ما يستطيع أن يدعو بالحكمة، ولا يستطيع أن يدعو بالموعظة، ولا يستطيع أن يجادل إذا اعترض عليه الكفار بالشبهات. لابد من أن يكون الداعي على علم. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم. الجاهل لا يصلح أن يدعو إلى الله إلا بعد ما يتعلم، فيكون عنده استطاعة في وضع الأشياء في مواضعها، وهي الحكمة، مخاطبة الناس بما يليق بهم، هذا من الحكمة. الموعظة للذي لا يقبل الدعوة يوعظ ويخوف بالوعيد الثابت بالقرآن والسنة لمن أعرض عن قبول الحق. الجدال بالتي هي أحسن، وهذا أشد. ما يستطيع أن يجادل بالتي هي أحسن إلا العالم، أما الجاهل فينقطع، وربما ينتصرون عليه فيكون سبة على الدعوة. وأما قوله تعالى بلغوا، وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، نعم البلاغ واجب، لكن لمن يحسن البلاغ، لمن يحسن. فنحن نفسر قوله بلغوا عني ولو آية بقوله تعالى
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، نجمع بين النصوص ولا نأخذ نصا ونترك النص الآخر، فنبلغ بالطريقة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، ونبلغ بالطريقة التي سلكها الرسول صلى الله عليه وسلم في سيرته في الدعوة إلى الله عز وجل. والبلاغ كما ذكر العلماء على نوعين: بلاغ نصوص وبلاغ معاني. بلاغ النصوص لا مانع، من حفظ شيئا من النصوص، من حفظ سورا من القرآن أو آيات من القرآن يحفظها للناس ويقرأها عليهم ويسمعهم إياها، هذا بلاغ نصوص. أما بلاغ المعاني وهو شرح النصوص فهذه لابد من العالم، ما يبلغها إلا العالم الذي يفقه النصوص وما تريد وما يراد بها من الأوامر والنواهي والأدلة، يحصل فيها اشتباه، ويحصل فيها لابد من عالم يفصل فيها ويعرف المراد بها. أما بس إنه يحفظ نصوص ويقول أنا عالم ويبلغها وهو ما يدري وش الناسخ من المنسوخ، ولا يدري وش العام من الخاص، ولا المطلق والمقيد، ما يعرف هذه الأمور، فهذا يضر أكثر مما ينفع. نعم. سائلة تقول: أريد طلب العلم الشرعي لكني لا أعرف كيف أبدأ، ولا يسهل علي الاتصال بالعلماء ولا الذهاب إلى أماكن العلم، دلوني على الطريقة التي أطلب بها العلم وجزاكم الله خيرا. قلنا إن طلب العلم على قسمين: علم لا بد منه وهو ما لا يستقيم دون دين الإنسان إلا به، وهذا ميسر ولله الحمد، وفيه رسائل مختصرة وواضحة يقرأها الإنسان إما على عالم أو يقرأها بنفسه، وإذا أشكل عليه شيء يسأل أهل العلم عنها حتى يعرف كيف يكون على عقيدة صحيحة وعلى محافظة على الصلاة والزكاة والصيام والحج. وأما ما زاد عن ذلك فهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، والذي لا يستطيع أن يتعلم هذا القسم هذا معذور، هذا معذور. المرأة التي لا تستطيع أن تتعلم أحكام المعاملات وأحكام المواريث وأحكام الوصايا هذه معذورة، وكذلك